قولي حضري تاني يا شباب، يوم راح نسيتكم مقطعين باليوم، مقطعين بيوم واحد يا شباب. طبعا شباب شفت تعليقاتكم، كتبتوا لي انه عليكم تصير رسائل على الانستغرام لكم انك مزيت حضري جديده وانت ما شفتها ولا شلون. شباب صراحه ما شفتها، يا طيبين ما تبعت عليها اوكي، لكن راح نعمل مقطع ثاني معلم، ما في مشكله معلم. مقطع الاول مقطع ثاني معلم، اللي ما شاف مقطع الفاير البويا باس يروح يشوفه بنفس الوقت. شباب حبيبي والله شيء بلوس اوكي. حاضنة جديدة، نقار حضرت نقار. طبعا الشيء الغريب بالحاضنة شاف فيه بس سلاحين، بالعادة بالحاضنة بيكون فيه أكثر من سلاح، أربع أسلحة ولا اثنين ثلاثة، يعني ثلاثة أربعة بس، ولكن المرة اثنين يا شباب. صراحة شيء غريب عليك. أوكي المهم، عن هون نقل سطير سوبرا، يا سلام عليك يا برو. أوكي عن هذا فيه اثنين ضرر يا جماعة وواحد دقة، تمام متحمس كده نجربه إن شاء الله. عن هذا فيه المدى تبعه واختراق دروع. أوكي اوكي تمام، هيك يا شباب هذا الوضع شلون. اوكي هذا اللي يشوف الوضع خلينا ندخل عليه بنحرق ابو جد الحاضر معلم، ليتس جو. طب هون على اليمين شباب شفتوا ما يعطينا، راح يعطونا اكل مش كيف الحاضر معلم. لازم نجيب تقريبا، اصبروا شوي هون، هذا فيو لازم نجيب تقريبا أربعة بثلاثة. اوكي يلا هذا نشوف نضرب، ليتس جو. اوكي اي انا حاسس ان شكك اها، لا خلاص لا كنت راح اقول يعني الوضع كنت راح اقول انه شايف ان الحظ راح يكون زفت، بس يلا اعطونا كونعاتو بدنا القن. الله يا هديك احبلشنا مع الاحجار يا شباب. شو بدي على كم حجر عندي يا اخي؟ ما اعرف راح يصير عندي تقريبا ابدا 100 حجر يا شباب. اعطونا قناع ولو ما بدي اعطوني قناع. يا الله والله شايف الحظ البيض راح يكون الحظ يا شباب. اها الو حجر يا ربي، قناع ولو حلو قوتنا بالله. اوكي ناخذ القناع الثاني، صار عندنا قناعين حلو، يأمننا قناعين شيء كثير حلو. هذا ايش كان بده معناه؟ صار عندنا قناعين نايس تمام. خلينا نجرب الوضع الثاني. قول لي حجر. اوه احلى قناعين نايس، احلى قناعين يا شباب بشي باللون، اي احلى قناعين. اوكي كم بقي لنا هون؟ بقينا ثلاث اقناع شباب، وراح نجرب هلا السلاحين. ليتس جو يلا بدنا ثلاث اقناع يلا بلو. ترى والله كان حاسب اللوز يا ربي لو هنا ولو. لا حول قوة الا بالله، لا حول قوة الا بالله. انا شايف معلم يلا قناع نايس قناع وحجر. اوه حجرين صار معي 100 شباب، ما اعرف اذا يمكن هذا، ما اعرف شباب 101 حجر ديم 101 حجر يا شباب. اوه احلى قناع حلو خلص اعتقد خالص، لا والله لسه ان شاء الله يطلع لنا اخر قناع احلى قناع وحجر وكمان يا سلام. وخلينا نجيب الحجر كمان اي لا والله صراحه يعني انا كنت مفكر راح احرق تقريبا اكثر من 10000 جوهره، بس ولكن يعني حرقنا تقريبا كم ما يمكن 1007 والله ما بتذكر، المهم يعني تقريبا 7000 جوهره حلو. ما انا عايز لك شباب سبع اقنعه والله ترى شيء واو. اوكي اول شيء خلينا نجرب هذا، اول شيء هذا العادي اللي عليه هذا هيك، ندخل نجربه تمام. اوكي طبعا هذا اوكي هذا لك شو عم اقول انا هذا ندخل نجرب. فكرت شغله انه هذا يمكن كان له سمات يعني خاصيات غير مو مثل الثاني تمام. هات لنشوف. اوكي هات لنشوف هذا النقار يا معلم، يشوف الهيد شتات تبعته شلون. اوكي هذا النقار هذا الجميل. اوكي هذا فيه كان 72 يدروب تمام، بس كم كان المسمات تبعيت؟ ايوه كان فيه 2 مدى واختراق دروع. نرجع نجرب. اوكي طبعا المدى الاثنين اللي فيه الشاب واختراق دروع، اذا انت من نوع من اللاعبين اللي بتلعب بالمدى البعد هذا افضل لك، تلعب من البعيد فهمت علي شلون؟ يعني تلعب مو من القريب، يعني بتلعب من البعد كثير هذا كثير راح ينفعك. اوكي شوف الهيدشات تبعه معلم شلون؟ هذا فيه اختراق دروع والله معلم ما بضرب احمر، ليش؟ طيب لوب يا جماعه احمر ولو. اوكي هندخل نجرب معلم، شوف المدى تبعه من بعيد، هذا للمدى يعني شغله للمدى هذا تمام. هات نشوف. اوكي السلام عليكم شباب، احنا جايين نجرب معلم ممكن عدد بيض شوي نشوف الهدا. اوكي 45 تمام. اوكي وين هذا جايب الام بي 40 معلم حبيب والله. ابو شريك طول بالك ابو شريك انا بلقلق قول بالك يا شباب، خلينا نحمي اصبعتنا شوي، اصبر شوي حمي اصبعتنا. قول لي بضرب لي شو عنده سلاح هذا. اوه يا سلام والله هذول جماعه التدريب يا زلمه، شوف وين هذا شوف، اقسم بالله معلم مو طبيعيين هذول التدريب يا زلمه. لا طلع 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 هذول دوخوني والله يا شباب، صدقوني يا شباب يا اخي. رود يخرب بيت سنتون. اوكي المهم هذا نشوف الجنب الثاني يا جماعه.
اوكي. هذا طبعا هذا فيه ضرر، هذا معلم فيه ضرر ودقة يعني صراحة. ما انا صراحة هذا ما عجبني كتير، ما اعرف لانه معلم ما مغلط اجربه منيح، هذول القرود دوخوني تمام، بس هذا فيه مدى. اوكي هذا نجرب هذا الشاب، شوف وضع هذا معلم ضرر، هذا فيه اثنين ضرر يا جدا. اوه ولد فرج شو الحركات. اوه نقار الاساطير الصفراء، الاساطير الصفراء هنا للتدمير وهنا للانشاء. ايوه بس ما تقول علينا شو عليه، شو هذا معليه شلون وضعوا هذا السلاح. قولوا لي بالكم يا جماعه النقار وين النقار هذا كان، هذا هو في عنده السمات هذا معلم. اوكي وهذا عنده السمات، قول لي شو هاي، انا هي تبعت الباتريه دول مو هاي. ايوه هاي اختارت الاقصار خاصه. اوكي تمام هذا شكله معلم يعني حبيبي والله. اوكي هذا ندخل نشوف معلم، هذا فيه يعني تبتين ضرر ودقه، ضرر ودقه بنفس الوقت يا حلو. خلونا ندخل نجرب شباب، ان شاء الله معلم انا ننزل مع نفس دول القرود. اوكي هاتنا ندخل ان شاء الله ما دول معلي يخرب حيطان يا شباب يكبروا يا زلمه. اوكي هات اشوف هذا معلم شلون وضعه، هذا فيه دقه. اها ها لا يا شباب يعني بين وضع. ها 84 شوفوا يا شباب الفرق، شباب ذاك ما كان عم بضرب هدات اكثر من هذا، شايفين شباب كيف الهدات عم بتطير. الله 84 لا هذا راح يكون في فرق يا شباب، هذا كده كده انا حاسس راح يكون فرق. هات نشوف معنا. اوه هذا بي ام بي ام بي معه. اوه رقم الشباب على قد لعبه بامس ابو الشباب. لا طول بالكم يا شباب، الله يخرب هذا يا شباب كل ضرب بكل مكان يا اخي، خلينا نتنفس هذول. اوكي اصبروا شوي طيبين، طولوا بالكم بس خلينا نجرب معنا، نجرب على الليفل. اوكي في واحد هناك شو حسيت سمعت صوت؟ لا اوكي طولوا. السلام عليكم كيف حالك يا بابا؟ ايوه 63 ضرب نايس، هات نشوف الضرب معنا. والله 63 يعني الدمج اسطوري. ها هون نشوف الوضع معلم شو هذا، هيك 63 هذا هو. اوه هيد شوت. اوكي يا اخي 11 طلقه، نشوف اذا نجيب هيد شوتات معلم. اوكي نجرب معلم بدون بنبربر بربر بدون هيد، اصبر شوي يا اخي وينهم هذول. اوكي 63 من بعد 63 يعني اربع طلقات لازم يموت اللاعب. 67 اوه والله باللوز. وين الشباب معلم؟ شو عم بصير؟ ظاهر الحرب صايره هنيك. اوكي واحد جاي مع اليمين، واحد جاي على اليسار، علق هذا اللعبة عندي. اوكي اوه ماله هذا؟ اوه هيد شوت. اوه والله نايس كيف المباراة ظاهر؟ ها شفتوا الدقة شباب؟ الدقة الواحدة شو عملت شباب؟ دقة فرقت يعني فرق يعني شي باللوز. اطلعوا له اطلع يا ولد، هذه طلقة باقي طلقة من هون. الو هي واحدة جيب قدر تجيبه من هون، اصبر شوي. ايوه اصبر الو تعال. السلام عليكم واحد على اليسار 69 يا اخي ملقلك صاحبنا هذا ملقلك. اي لا 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 طول بالك والشباب عندي مشكلة الشباب، كل ما بضرب طلقة بعمل ريلود. اوه والله انا اسطورة يا شباب. تسع طلقات معلم، دم تسعة دم تسعة دم تسعة دم دم تسعة لحد انا عايش. واو حلو. لا 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 عن جد عن جد عن جد حلو يا شباب، هذا النقار عن جد باللوز تو يا طيبين. الصراحة انا جربت اللي فيه مدى ما اعرف، انا حسب انه ما اعرف حسب هذا شفت انه فيه يعني صرت اجيب العب اكثر وافضل. هذا الصراحة هذا اكثر واحد عجبني شيء باللوز. سو طيبين ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع تاني اليوم، نشوفكم مقطع جديد ان شاء الله باذن الله تعالى. ترى شباب شو بعمل يعني مونا عم نعمل سلسلة اللعب واللعب تاني يعني ما بشوي اللايكات اذا مشترك اشترك يا جدك. سو ان شاء الله استمتعت معنا، بشوفكم مقطع جديد. السلام عليكم.